الكلمات النهائية، آخر خروج لديلان وباران قبل الطلاق. الثنائي إما أن يعترف بهذا الحب أو يدفنه في قلبيهما. يشعر باران وديلان بالتوتر والتفكير الشديد عندما يقتربان من مرحلة الطلاق خطوة بخطوة. وصل الزوجان على مضض إلى حد الانفصال. بينما يتساءل باران عما إذا كان قد حارب بما فيه الكفاية من أجل ديلان، فإنه يشعر بالحزن لرحيل ديلان. ديلان الذي ينزعج بشدة عندما يخرج قرار الطلاق من فمه، يستجوبه قادر. ديلان ليس لديه إجابة، إنها في مأزق لأنها لا تستطيع سماع ما تريد سماعه من باران. يبدو أن باران وديلان ينظران إلى بعضهما البعض للمرة الأخيرة. سيقوم ديلان بإعداد هدية وداع لباران. أنه يولي اهتماماً كبيراً لهذا. بينما تنشغل باران بأحلام فارغة، يساعدها باران على التوقف. كيف سيشعر ديلان عندما يسمع هذه المحادثات؟ بينما يعتذر ديلان لباران، فهل لديهما الشجاعة للعودة دون طلاق؟ زوجان آخران تم اختبار حبهما هما فرات وغول. كل من حس وقادر يشكلان عائقاً أمام هذه العلاقة. يبدو أن الزوجين لا يمكنهما الالتقاء بسهولة إلا إذا تزوجا يلدريم. كيف وجدتم هذه الحلقة؟ دعونا نلتقي في التعليقات. هل تعتقدين أن هذا الطلاق سيحدث؟ مرحبا بعشاق زهور الدم. من المستحيل أن نفهم ديلان وباران، كلاهما عنيد، هذا أمر مؤكد. بعد كل هذه الأيام السيئة، يجد الزوجان المعجبان ببعضهما البعض الحل في الطلاق. هل تعتقدين أن هذا الطلاق سيحدث؟ هل سيتزوج ديلان وباران مرة أخرى بمحض إرادتهما؟ هل هذه هي الطريقة التي ستعمل بها هذه العملية؟ إذا حدث مثل هذا الوضع، يمكن أن يصبح الوضع أكثر خطورة. يمكننا أن نشهد ألم الانفصال بين ديلان وباران. وبالطبع من الممكن أيضاً أن يسافر ديلان إلى الخارج وينهي دراسته ويعود. ستكون علاقة ديلان وباران في ورطة كبيرة. يتقدم الزوجان بنمط جيد وسيء. فبينما كنا قبل دقيقتين نمزح ونرقص، وبعد دقيقتين نرى السيوف مسلولة. أين المشاهد التي حدثت في منزل تلك العمة؟ أين المشاهد الآن؟ سراب استيقظ للتو. صباح الخير. يقول باران إنه يحب هذه الفتاة. هل يمرر لك باران الكرة؟ يستمر في الالتفاف حول ديلان. لماذا تنجرف هؤلاء الفتيات في أحلامهن بهذه السرعة؟ أفضل الهدايا لأحبائك لم يبقى في مسلسلنا سوى فرات الذي لم يعاني من ألم الحب، كما أنه يحب جول بشدة. يبدو أن حسن لن يسمح بهذا الوضع، لكنه سيء للغاية. إذا ذهبوا وتزوجوا دون سابق إنذار، فلا يهم، وإلا ستكون الأمور صعبة بعض الشيء. كيف وجدتم هذه الحلقة؟ دعونا نلتقي في التعليقات. الطلاق خطوة بخطوة. تبدأ إجراءات الطلاق. يصر باران وديلان على عدم الكشف عن مشاعرهما لبعضهما البعض. بينما كانت ديلان تموت من الغيرة، ذهب باران إلى المواجهة بدلاً من شرح الموقف. مع رغبة ديلان في الطلاق، نتحرك نحو طريق صعب للعودة. عندما قالت أنا لا أقاطع، أليس كذلك؟ قطعتها سيراب في المنتصف تماماً. القدر، لقد أساءت الفهم دائماً. لا تستطيع ديلان أن تذهب أبعد من قولها إنها ابنتي. بينما يقدم باران تفسيراً مختلفاً لحزن ديلان، لا تعتقد ديلان أيضاً أن باران دفعها بعيداً عن المنزل. إنهم في دوامة من سوء الفهم. كانت داريا من ناحية وسيراب من ناحية أخرى وأزادي من ناحية أخرى يشعرون بالملل حقاً. كان موقف باران من عدم الإدلاء ببيان والتحدث من أعلى خاطئاً للغاية. لو كان قد واسي ديلان بهدوء لما بدأت مرحلة الطلاق، كان ديلان متعباً جداً من المد والجزر. لم يستطع إيجاد مخرج في هذه القصة. لقد تجاوزنا المخرج، ولا يوجد حتى فرع يمكن التمسك به. لهذا السبب من الأسهل الحصول على الطلاق.
باران أيضا راض عن الأمس. دعنا نرى ما إذا كان هذا الطلاق سيحدث. كيف وجدت هذه الحلقة؟ دعنا نلتقي في التعليقات. ديلان سوف فتنة. أستعد للعيد. استعد لاستعراض ديلان كارابي. أرسل لها باران فستانا لارتدائه في الحفلة بالمنزل. سوف تقبل ديلان الدعوة مثل الأميرة. يتصارع ديلان وباران بشكل غير قانوني لأنهما لا يستطيعان الجلوس والتحدث بصراحة. إنهم يتقدمون إلى الأمام من خلال مضايقة بعضهم البعض. على سبيل المثال، في هذه الحلقة، رأينا أن باران أقنع نفسه بأن ديلان سيغادر ذات يوم. كما فكر باران بهذه الطريقة، كان يعتقد أنه يستبعد باستمرار من ديلان وليس له مكان في عائلة كارابي. في الواقع، كان هناك الكثير من الأحداث الموحدة التي يبدو الآن أن أياً منها لم يحدث. الويل للزوجين إذا لم يتمكن من الجلوس والدردشة بهدوء حتى بعد العديد من أحداث الاقتراب من الموت. باران يواجه ديلان ووالدته. لا توجد ابتسامة في العلاقة بين ديلان وباران. وأكدنا في الحلقة الأخيرة أن مشاعر باران تجاه ديلان قد تغيرت. باران وديلان يقتربان خطوة بخطوة، كل شيء يتقدم كما نعرفه. وبينما يحاول باران إسعاد ديلان، يستمر سوء التفاهم المتبادل. يدرك باران أنه كلما حاول أن يجعلها سعيدة، كلما غرق أعمق. إنه يفهم أن ديلان وحيد ولهذا فهو خجول ومستاء. كما فهم قادر من موقف ديلان أنه يشعر بالغيرة من باران. بينما كنت أحاول التحدث معه وتهدئته، سمعه باران. ديلان يتصرف عاطفياً. كانت مشاعر الفتاة مهترئة جداً. يواصل انتقاد باران. يتهمها بشراء كل شيء جديد. يواجه باران ديلان ووالدته بمواجهتهما. وهكذا، يتخذ باران خطوة أخرى نحو ديلان. قصة ديلان الذي سلبت منه أحلامه وآماله من ناحية، وباران الذي اضطر للزواج لإنهاء الثار وإنقاذ شقيقه من هذه الدورة، ستعرض على الجمهور مع ظهور الدم. تتكبد عائلة كارابيه وديمير خسائر كثيرة بسبب الثأر المستمر منذ سنوات. بينما يتم جر هاتين العائلتين من ماردين إلى إسطنبول، تصل الأخبار التي كانت تنتظرانها منذ سنوات إلى قصر عائلة كارابي. تم العثور على سيات الدم. لكن باران لا يريد إراقة الدماء، ومن أجل وقف ذلك اختار الزواج من ديلان ابنة سعيد على الرغم من كبار العائلة. من ناحية أخرى، يضع ديلان أحلامه جانبا ويقبل هذا الزواج لمنع الم...